السلام عليكم. هذه المحاضرة الخامسة عن الفازي لوجيك. الفازي لوجيك يسموه كترجمة يسموه منطق المضبط، بس هو شنو فكرته؟ أنه بالعالم الحقيقي يعني إحنا ما عدنا بس هذا لو أبيض لو أسود، ما عدنا هالشي من العالم بالعالم الحقيقي، ما عدنا هذا الشيء إما true completely true or completely false. حتى الإنسان نفسه يعني هو مو كليته خطأ ولا كليته صح، يعني هو بي زين وبي مو زين. فهنا من هالفكرة أنه هذا التعبير هو يعني مثلا ما أقدر أنا أتعامل ويا لونين بس لو أسود لو أبيض، أكو بيناتهم تدرجات بالأنواع. فذن شلون أنا أنطيه القيم؟ شلون أكو أشياء الامبيرسيشن الغير دقيقة، بيانات الغير دقيقة، شلون أتعامل وياها؟ شلون أتعامل ويا كلمات مثلا وحولها إلى قيم؟ مثلا تول very tall طويل قصير، ذني شلون أتعامل وياهم؟ ذني المعلومات الغير كاملة أو الغير مضبوطة أو الغير دقيقة شلون أتعامل وياها؟ فألجأ شلون أتعامل ويا القيم بين الصح وبين الخطأ. فهذه يسموه الفازي لوجيك، فازي لوجيك اللي هسه راح نشوف شنو هو. هاي الفكرة طبعا معناته انه كان عندنا البوليان لوجيك، بوليان المنطق، لوجيك لوجيك البولياني اللي هو قيمته اما زيرو او وان او ترو او فولد. هنا انا لا، اكو فازي لوجيك يعني بين الزيرو وبين الوان. زين شنو هي يعني هو ناخذ فد انترودكشن عنه. اكو فد مصطلح اسمه الفازي سيت، اكو فازي لوجيك، واكو فد شيء اسمه فازي جراف، اكو فازي ريليشن. هذين كلياتهم احنا اللي ماخذيها هي الكريسب. الكريسب يعني الحاد، يا اما اي او لا. فشنو هي احنا ماخذين سيت عاديه، زين شنو فرقها عن الفازي سيت؟ ماخذين البوليان لوجيك، شنو فرقها عن الفازي لوجيك؟ ماخذين الريليشنز اللي هي يعني باينري، يعني لو اكو ارتباط بين هاي النود وهاي النود او ماكو. زين فهذه كلها راح ناخذها من المواد نشوف حتى ناخذ شيء تفاصيل عن الفازي لوجيك. طبعا الريزونينج الاستنتاج او تقنيات الاستنتاج اللي تعتمد على الفازي لوجيك هي بالأصل تتعامل ويا الكمبيوتينج with words كلمات، تتعامل ويا الكلمات. شلون تتعامل ويا الكلمات؟ طبعا هسه راح ناخذ شلون يعني الفازي لوجيك يتعامل ويا الكلمات. طبعا اللي طلع نظرية الفازي لوجيك هو لطفي زادة. ايش قال؟ قال اكو true value، اكو فد value بين من، اكو فد قيم بين الكومبليتلي true يعني هي ترو تماما وبين الكومبليتلي فولس. يقول اكو بيناتهم هذه القيم، هاي النظريه مال اكو شيء فولس واكو شيء ترو، اكو شيء كليته فولس واكو كليته ترو، لكن اكو بيناتهم اكو قيم بيناتهم. فهذه القيم هي بين الزيرو والوان. زين هاي بين الزيرو والوان شي يسموها؟ هسه راح نجي عليها. عندنا خلينا نشوف يعني شنو الفازي سيت. احنا بالبوليان لوجيك عرفنا يعني شنو بوليان لوجيك، زين وشنو هي السيت العادية مالته، بس هنا راح نعرف يعني شنو فازي لوجيك وشنو فازي سيت. الفازي سيت هذه شكلها تكتب بالشكل الآتي، هاي الفازي سيت. هذا الاي هي عبارة عن فازي سيت، وهذا الاكس ينتمي لهذا السيت، ولكن بدرجة انتماء معينة يسموها membership function. membership function دالة انتماء، يعني هذا العنصر كنا قبل بالسيت العادية نكتب العنصر العناصر التابعة لهاي السيت وخلص. هنا أنا لا، اكتب العنصر واكتب ايش قد درجة انتمائه لهذا السيت. شرط ان تكون درجة الانتماء هي بين الزيرو والوان، يعني ما اقول انه هذا الاكس
درجة انتمائه هو 3.5. لا ماكو شيء، لازم بين الزيرو والون. وإذا أكو هيج قيم معناته أكو خلل بالموضوع. إذا بالجينيتك ألغوريثم عندنا دالة يسموها الفتنس فانكشن، هنا بالفوزيولوجيك لا عندنا دالة يسموها الممبرشيب فانكشن. هاي الدالة تتعامل ويا السيت شقد هذا العنصر درجة انتمائه إلى هذه السيت، وهو عبارة عن ريال نمبر بين الزيرة والون. خلينا نشوف هذه، شوف هذا مثال. هذا عندي سيت اسمها سيت خاصة باليانج بالشباب، فأنا البارامترز اللي عندي، عندي دول الأشخاص 1 2 3 4، دول شنو البارامتر مالتهم؟ بما أنه أنا قاعدة أتعامل ويا صفة اليانج الشباب زين، فأني راح أنطي البارامتر المهم هو العمر زين. هنا هذا شنو؟ هذه درجة انتماء للسيت الخاصة باليانج. شلون أطلع هاي درجة الانتماء؟ شوفوا طبعا يا أما تنطي بالسؤال أو نستنتجها إحنا. هذه المعادلة شو تقول؟ تقول إذا كان الشخص عمره أقل أو يساوي 25، إذن هو ينتمي درجة انتماء 1، يعني هذا ينتمي لمن؟ للسيت الخاصة باليانج. وإذا عمره أكبر من 25 فنحسب دالة الممبرشيب فانكشن عن طريق هاي المعادلة، 1 نقسمها على 1 زائدا هذا العمر شقد ناقصا 25 على 5/4. هاي طبعا مأخوذة المعادلة، ما هسه ما راح أدخل بتفاصيلها، ليش ناقص كذا، ليش تقسيم، ليش 25، كرينج للشباب هو 25. مثلا يعني مثلا بدي اشوف هاي الاربعين، اربعين شلون؟ واحد الاربعين هي اقل من 25، لا اذا اروح احسبها من هنا. درجة انتماء هذا الشخص اللي عمره 40، درجة انتماء للسيت مالت اليانج شقد؟ هذه الدرجة يسموها الممبرشيب فانكشن، لا 40 ناقصا 25 على 5/4 نجمعها ويا الواحد، واحد تقسيم هاي القيمة تطلع لنا درجة الانتماء. زين هاي الصيغة إذا شفتوها هذا مو معناته هذه الأي هي عبارة عن فوزي سيت. هذا العنصر هذا مثل الفارزة، هذا الخط هذا مو خط قسمة، هذا العنصر هو الممبرشيب مالته، حيث أن الإكس هو بوزيتيف ريال نمبر اللي هو يمثل العمر. بهذا المثال طبعا يمثل، لو ردنا نرسمها هذه هذولا، هذه الممبرشيب فانكشن وهذه الايج الاعمار اللي هو مثلناها باكس، فهذا اذا عمره 25 واقل معناته هو تابع لمن؟ هاي طبعا حسب المعادله ما لي شغله، حسب المعادله هو تابع لمن؟ للسيت مالت اليانج. زين كل ما يكبر العمر نانا مثلا خلينا نقول 27، فهو درجه انتمائه راح لليانج سيت راح تقل. هذا تشوفون هاي الفكرة مالت الفوزي سيت. زين شنو هي العمليات اللي ممكن اجريها على الفوزي سيت؟ احنا السيت العادية، سيت الماثماتيكال سيت اللي نتعامل بيها بالرياضيات، عندي اتحاد، عندي تقاطع، عندي ديفرنس الى اخره. هنا خلينا نشوف شلون نتعامل ويا اليونيون ويا الانترسكشن ويا الكومبلمنت، راح ناخذ عمليات اساسية. زين شلون نتعامل وياها؟ عندنا اليونيون الاتحاد، حتى اطلع اتحاد هذه السيت مالت الاي، فوزي سيت اي مو سيت عادية، فوزي سيت اي ويا الفوزي سيت بي، فهو الناتج مالتهن هو الماكسيمم مالت الممبرشيب اللي بين الاي وبين البي. يعني شلون؟ يعني عندي هاي السيت، عندي هاي السيت زين، هاي الاي، هذه الاي زين، وهاي عندي 0.1
فيها ثلاث عناصر. أو بوينت هذين اللي قاعد أكتبين هو عبارة عن شنو؟ هاي المنظر، يعني هذا العنصر الأول أيا كان درجة انتمائه هو 0.1 المن للسيات اللي هي اسمها أي. العنصر الثاني 0.7 للسيات اللي هي أي. العنصر الثالث، هاي مثلا هذا مثال، هو 0.5 زين. والعنصر الرابع خلينا نقول درجة انتماء واحد، هاي السيت الأولى. السيت الثانية هم أنا راح أنطيها قيم، المفروض نفس العدد مالت حتى أطلع بيناتهم اليونيون، مثلا 0.3 زين، صفر بعد واحد وفارزة 0.8 زين، حتى اطلع اليونيون بينات الناتج ايش راح يصير؟ ها الاي اتحاد البي، الاتحاد بالفازيسيت هو يمثل الماكسيمم. شو يساوي لي؟ يساوي الماكسيمم بيننا بين الممبرشيب مالت الاي ويا من ويا الممبرشيب فانكشن مالت من مالت البي، وبالتالي شو يساوي لنا الماكسيمم هذا الاتحاد، يعني 0.1 ويا 0.3 من الاكبر 0.3 بعد 0.7 ويا الصفر من اكبر 0.7 بعد من 0.5 ويا الواحد من اكبر الواحد، الواحد ويا 0.8 من الاكبر عفوا الواحد، هذا الناتج مالتها. زين هاي عبارة عن هاي مثلا، هذا عندي 2 سيت، هذا الاولى وهي الثانية. فعادة شوف هذا بالاخضر، هذا شنو معناته؟ هذه عندي هاي اول سيت هذه وهي السيت الثاني، معناته هذين الصفر، هذه الصفر وهي ال 0.1 صفر ويا ال 0.1 هي 0.1 صفر ويا ال 0.3 صفر ويا ال صفر ويا ال 0.5 فهي كليتها تاخذ القيمة الأعلى. فتشوفون اللي بالأخضر هو هذا الماكسيمم. بعد شنو عندي؟ عندي الانترسكشن، التقاطع. التقاطع راح اخذ له المينيمم، المينيمم التقاطع هذا معناته عندي هذني 2 سيت، هذا المينيمم التقاطع مالتهن هو راح ينطيني النتيجة مالت تقاطع الممبرشيب للسيت اي ويا البي. يعني هنا ايش راح يطلع لي اذا اروح على هذه؟ هنا الاي زين تقاطع البي ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي المينيمم مالتها، يعني 0.1 ويا 0.1 بعد 0.7 وين 0.0 بعد 0.5 وين 1 0.5 والواحد وين 0. هاي الأصغر مالتين، هاي تطلع لي المينيمم مالتين. بعد شنو عندي operation؟ عندي الكومبليمنت. الكومبليمنت عندي تشتغل على سيت واحدة، يعني عندي كان عندي الكومبليمنت للزيرو هو 1 وال1 الكومبليمنت مالته هو 0. هنا انا عندي سيت، هاي السيت شلون اطلع الكومبليمنت مالتها؟ 1 ناقص الممبرشيب مالت الاي. اذا اريد الكومبليمنت مالت الاي فهو 1 ناقص الممبرشيب للاي، يعني لو ارجع هنا اريد الكومبليمنت للاي ف 1 ناقص 0.1 0.9 هنا ايش قد يطلع؟ 0.3 0.5 وهنا ايش قد يطلع؟ صفر. هذه الكومبليمنت. بعد شنو عندي؟ عندي خلينا نشوف هسه شلون شكلهم بالبوليان الجبرا. زين شوف هذه ممبرشيب فانكشن، هذه ويا من ويا هذه الفاز، عندي فازي سيت اي وعندي فازي سيت بي.
هذه أريد أطلع لها، ده أراويكم بالشكل. هذه الأي اتحاد البي، هاي عندي أول ممبرشيب فانكشن قيم. هاي عن شنو قيمهن؟ قيمها واحد 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 أو بوينت مثلاً سفين أو بوينت فايف أو بوينت فور أو صفر إلى آخر. هذا نتقروها هنا أعلى قيمة هي واحد وهنا صفر. زين هذا الاتحاد مالتهم، يعني شنو هاي صفر ويا الواحد، احنا الاتحاد معناته ماكس يعني واحد، هنا صفر ويا الواحد. زين اوصل مثلا هنا او بوينت او بوينت ستة ويا من هذه ويا من ويا الاو بوينت واحد ويا الواحد، فتطلع لي واحد. فهذه هنا هو هذا راح يمثل لي، هذا الجزء الفوق هو اللي راح يمثل لي الاتحاد، في حين هذا التقاطع يمثل لي هذا الجزء الاسفل لان مينيمم. هنا ايش راح يمثل لي؟ هذه الكومبليمنت مالتها هي الشكل، هذه واحد كومبليمنت مالتها صفر، هذه واحد صفر، هذه 0.9 كومبليمنت مالتها 0.1، 0.8 كومبليمنت مالتها هي 0.2 وهكذا. تشوف الشكل كان كان بهاي الصورة صار بالعكس بالمظلوم. زين هسه هاي في المقارنة بين الكريسب لوجيك والفوزي لوجيك. الكريسب لوجيك هسه هاي مو سيت لوجيك، هنا بالكريسب، الكريسب يعني البول يعني الحادي اما اي او لا. هنا لو كان عندي تو جيتس بوابتين وبيناتهن الاند، فهو صفر ويا الصفر ينطيني صفر، صفر ويا الواحد صفر، واحد ويا الصفر صفر، والواحد ويا الواحد واحد. وهذا بالنسبة لبوابة الأور وبوابة النوت. هاي شلون نرسمها؟ شلون كرسم؟ أنا هسه قاعدة أقارن بي كرسم. كرسم، شوف. هاي عندنا الأي وعندنا البي. هاي البي اللي هي بالرصاصي والأي هي اللي هي بالأسود. صفر ويا الصفر، ها صفر. هسه هاي واحد ويا الصفر صفر، الصفر ويا الواحد همينا صفر، اثنين هن وحدات بتصير وحدات. هاي شكلها النابضة بيمن، هاي بالبوليان العادي مو بالفازي. هنا همينا بوابة الأور، صفر ويا الصفر صفر، صفر ويا الواحد يعني وحدة منهن واحد، واحد ويا الصفر هاي واحد، اثنين الوحدات هذه شوف شكلها الأور. هنا عندي صفر الكومبليمنت مالته شنو؟ واحد. هنا عندي واحد الكومبليمنت مالته هو شنو؟ صفر. هاي خلصنا من هاي بالبوليان. زين بالفازي لوجيك شلون؟ طبع شكلها، عندي هاي الأي زين وعندي هاي البي، عندي هذه صفر ويا الـ 0.1. هاي قاعدة اطلع الاند، الاند يعني مينيمم بالنسبة للبوابة، الاند هي المينيمم. فهذه صفر ويا الـ 0.1 العفو صفر، 0.2 ويا الصفر صفر، 0.5 ويا الصفر صفر. شوف ولذلك لهنا هو كلية الصفر. نجي هسه لورا 0.1 ويا من ويا الـ 0.9 المينيمم مالتها من 0.1، فهي طلعت لي هاي النتيجة. فبالضبط بالآن تطلع لي هذا الجزء، هذا الجزء. نفس الحكي بالنسبة للأور، الأور يطلع لي بالعكس هذا الجزء الفوق، هاي النتيجة تطلع. هنا الكومبليمنت صفر واحد 0.1 0.9 0.2 0.8 وهكذا. هذه شكلهم بنتعامل وياهم كلوجيك الجيتس. طبعا اللي يمشي على قوانين دي مورغان والاسوسييتيف كوميتي والديستريبيوشن، هذه كلها الخاصة بالسيت العادية او بالجيتس العادية يتمشي عليه. يعني هذه مثلا هذن القوانين اللي ماخذيها انتو باللوجيك تمشي على الفازي لوجيك تطبق عليها. ان شاء الله بالمحاضرة الجاية نشوف شنو هي بقية الاوبريشن اللي ممكن ننفذها على الفازي سيت.